اسفرت الانذار في عدد من المستوطنات في اصبع الجليل منذ بعض الوقت وتحديدا منذ 10 دقائق. المعلومات تتحدث عن اشتباه بعدد من المسيرات اطلقها حزب الله من الجهه اللبنانيه، وكانت الصفارات قد دوت ايضا في مستوطنات الجليل الاعلى وتحديدا في عدد من المستوطنات من بيت هلل الى كريات شمونه الى مسكف عام. واشار الاعلام الحربي لحزب الله الى انه قام باطلاق عدد من الصواريخ باتجاه مقر قيادة كتيبة السهل التابعة في ثكنة هلل بعشرات من هذه الصواريخ. المعلومات من الجانب الإسرائيلي تتحدث عن مقتل إسرائيلي جراء هذه الاستهدافات أو جراء إطلاق هذه الموجة من الصواريخ من الجانب اللبناني. وأيضا كان الحزب قد أعلن منذ حوالي الساعة تقريبا إلى أنه استهدف الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تحلق على مستويات متوسطة ومنخفضة فوق جنوب لبنان وتقوم بخرق لجدار الصوت، وأن هذه الوحدات التابعة للدفاع الجوي أطلقت عدد من صواريخ أرض جو باتجاه الطائرات. من الجانب الإسرائيلي وتحديدا في الاعتداءات، آخر الغارات أو أول أيضا الغارات للنهار، لأن كان هنالك غارة بدأت مع ساعات الفجر وتحديدا في الساعة 2:30 في بلدة بيت ليف، وأدت إلى سقوط مقاتل لحزب الله نعاه الإعلام الحربي وهو حسن حسين ملك من بيت ليف، وعاد الطيران الحربي وأغار بعض الظهر على بلدة جبشيت واستهدف منزلا أو دارا مؤلف من طابقين سوية مع الأرض وهو معمل لصناعة الجلد، وتحدثت المعلومات عن سقوط 3 جرحى وفي جزء منهم من المدنيين. الكل ينتظر كيف ستكون المواجهات في الساعات القادمة والكل يترقب، لأن هذه الغارات من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب اللبناني أو أيضا المواجهات من الجانب اللبناني وتحديدا حزب الله باتجاه الإسرائيلي حتى هذه الساعة يمكن أن نقول إلى أنها ضمن إطار القواعد المعمول بها وضمن العمليات العسكرية التي تعودنا عليها في الفترات الماضية، ولكن الرد العسكري الإسرائيلي على حزب الله وتحديدا بعد حادثة الجولان هو ما ينتظره المراقبون. طيب، إن كان على المستوى العسكري محمود أو المستوى السياسي، في ظل هذا الانتظار والترقب الإعلامي، هل تمت ملاحظة شيء مختلف من حيث تكتيكات أو تحركات لحزب الله من الممكن أن يتم رصدها تنذر أو تنبئ بأن هناك لديه معلومات عن طبيعة ربما الرد، توقيت الرد؟ هل شيء من هذا القبيل تم رصده حتى الساعة؟ حزب الله ذهب إلى المصادر، بمعنى أنه ما يريد أن يقوله عبر البيانات أقاله عبر المصادر لبعض من وسائل الإعلام، وقال إلى أن الجهوزية هي على صفر بكامل وحداتها على كل الأراضي اللبنانية، بمعنى أن الاستنفار العام بلغ ذروته في كافة القطاعات العسكرية واللوجستية والطبية للحزب، وهو يضع كل السيناريوهات في أمام عينيه من القصف الجوي والغارات إلى الداخل اللبناني أو على مناطق الساحل أو أيضا في جنوب لبنان أو في أيضا في البقاع، وهو لا يستبعد أو يضع في أيضا في خططه عمليات تقدم جزئية على المستوى البري وأيضا على مستوى الاغتيال لبعض الشخصيات من الصف الأول، وهو أيضا بحسب هذه المصادر وضع قواعد ثابتة أن أي عملية عسكرية باتجاه الداخل اللبناني تخرج عن الإطار الذي هو بات معروفا في الأشهر الماضية سيقوم الحزب مباشرة بعملية الرد باتجاه الداخل الإسرائيلي، وأن كل الأمور شكرا. متاحة، لكن التوقيت حتى ما يسمى بمعنى أنه توقيت على صفر لبداية العمليات هنالك عدة نظريات وعدة ترجيحات، ولكن يبدو إلى أنه إذا ذهبنا إلى الشركات الأوروبية بتوقيف الرحلات إلى مطار بيروت وإذا أيضا السفرات، يبدو إلى أن الأمور هي في الساعات القادمة. شكرا جزيلا من جنوب لبنان، كنت معنا مراسل الحدث محمود شكر. شكرا محمود.